Okay, so as I said, today we're going to discuss one of the passages or the texts that are related to reading in your book, على الكتاب. أخذنا إحنا ناقشنا سابقا مواضيع مختلفة بي منها ال compound words، وناقشنا أيضا listening، أخذنا lecture in listening، استمعنا وقرأنا وتكلمنا عن grammar بعض القواعد. فاليوم دور على ال reading، كان أكو نص هنا على ال reading اللي هو للوحدة الأولى last and found، يتحدث عن شخص هندي ضاع وبعدين لقوه. فاحنا ارتئينا نختار النص الثاني اللي اليونت الثاني اللي هو هذا، راح ناخذ جزء منه مو كله. العنوان صاير بين صفحتين، لأن لو كان هذا الكتاب وليس يعني كتاب ورقي وليس إلكتروني، كان هاي الصفحة صارت بصف الصفحة اللي قبلها، فكان ممكن تشوفون العنوان كامل. عنوان هو مأخذ من مقالة كالعادة، جزء من مقالة مقتصة وحاطة بالكتاب. العنوان اسمه A Planet Poisoned by Plastic، يعني كوكب تم تسميمه بواسطة البلاستيك. ايش تتوقعون؟ انا سألت سؤال للشعب الشعب الرابع بي بالمحاضرة الماضية، قلت لهم شنو تتوقعون انه هذا القطعة يتحدث عن يوم موضوع حسب بالضبط. That's good. هذا عاد yeah. يعني هم شوي واجهوا صعوبة بهذه الشعبة، لكن بعضهم قال السفر أو شيء. لكن إذا انتبهون للصور وللاسم خاصة، فهي عن التلوث، عن التلوث الحاصل خاصة من البلاستيك. كيف؟ مثل ما متعودنا احنا بالعام الماضي أنه ننتبه للمعلومات اللي تنذكر بهاي القطعة، حتى بعدين من يجينا السؤال عنها يكون عندنا معلومات وممكن نجيب على الأسئلة. هذا عبارة عن ريبورتر، أو هنا يقول تي في adventurer، عبارة عن صحفي ممكن أنه يسافر لجزر الهاواي، أعتقد سامعين بها، فينقل نظرة مختلفة. هاواي معروفة أنه يعني مكان جميل، يلقي نظرة مختلفة ويعطي نظرة مختلفة للهاواي اللي احنا نعرفها، يحكي عن التلوث اللي موجود هناك. So هنا تحت العنوان ياخذ جزء من كلامه: From Hawaiian beaches to the coast of Britain, we are paying a lethal price for our throwaway society. يقول جاي ندفع ثمن غالي هنا، ثمن نفيس في مجتمعنا من خلال نظرنا للسواحل في هاواي وفي بريطانيا. هذا اسمه سيمون ريف أو سايمون ريف. هاواي، هنا هاي تنقرأ بهاي الطريقة، is generally considered to be the one place in the world where you should be able to guarantee finding paradise. يقول هاواي ممكن يكون هو المكان الوحيد اللي انت تضمن انه تلقي البارادايس. واحد عنده علم بارادايس شنو معناه؟ اوكي اكبر الصورة. بارادايس
هاي الكلمة اللي ظللتها أيضا ديش المشكلة ديش الشعبة وجدوا مشكلة في معرفة معناها، لكن هي شبيهة لكلمة بالعربي. نعم صحيح، الفردوس رنا هيثم وبني نعبيس بني هيثم. أوكي، بارادايس هي الفردوس. فيقول هي حقيقة إنه معروف الشخص إذا يتصور مثلا بارادايس بالحياة الواقعية اللي هي الفردوس مثلا بالحياة الواقعية، فالأغلبية يتفقون أنه هي ممكن تشبه الهواي، أحلى مكان بالعالم ممكن. عبارة عن جزيرة beautiful tropical islands have been used as the setting for countless TV series. وين وصلنا؟ TV series and films. يقول أصبحت مكان لموقع لتصوير العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام. يذكر أمثلة عن هاي المسلسلات والأفلام اللي هي Lost و Jurassic Park، ما أدري إذا شايفين أو لا، بس هذا مسلسل معروف Lost و Jurassic Park أيضا فيلم معروف. هذاني وين تم تصويرين؟ تم تصويرين بالهواء. Isolated in the middle of the vast Pacific Ocean, distance alone should protect Hawaii's spectacular landscapes and turquoise sea from the environmental problems facing the rest of the planet. هي معزولة منتصف المحيط الهادئ. فيقول هذا انعزالها وبعدها عن باقي الدول المفروض انه يحفظ لها شكلها الجميل وبحرها التركوازي اللي هو ممكن بالعربي الفيروزي، بحر ذات اللون الفيروزي، من اي مشاكل بيئية ممكن تواجه بقية الكوكب. يعني اذا بقية الكوكب جاي تواجه مشكلة بالتلوث، فهاواي مفروض شبيه بعيدة عن هاي السالفة، لأن هي معزولة وحدها هي بجزيرة نص المحيط الهادي، بس الواقع مختلف. So when I arrived in Hawaii، هذا هو جاي يحكي يقول من وصلت للهاواي مش لقى. I was staggered to discover beaches covered in plastic rubbish washed up from around the world. يقول تعجبت انه شفت، تفاجأت، staggered يعني surprised، to discover انه اكتشفت السواحل المغطاية بالنفايات البلاستيكية اللي جاية من انحاء العالم. Pristine sand was covered by all was covered by old plastic toothbrushes, combs, shoes, belts and moldings. هاي الرمال الأصلية مال الساحل متروسة أشياء أخرى مثل المعجون أسنان، الأمشاط، الأحذية وأشياء أخرى. سام جون هاي الشخصية جاي يقابلها الصحفي وياهو، هذا شخص من الناس اللي يؤمنون بالبيئة اللي هم دول الدعاة لحفظ البيئة، وهو من أهل هاواي. شي يقول أخذني، يقول took me to one beach where 70 local volunteers were doing their best to move tons of garbage.
بس كان محليين 70 منهم، يعني هذا سام جون أخذ الصحفي لمكان لقي 70 دول السكان المحليين المتطوعين ايش جاي يسوون؟ جاي يجتهدون بكل ما بوسعهم أنه يزيلون أطنان من النفايات. But لكن as soon as it was cleaned, the waves dumped another mountain of rubbish. يقول نظفوها منا وجت أطنان أيضا جبل من النفايات إجا بواسطة منه الأمواج. يعني هاي شنو؟ التلوث مو بسبب أهل هاواي أو الأشخاص السائحين، لا، دول أصلا جايين ينظفون المكان يخلصون، يجي موج كبير يجيب جبل من النفايات يحطها ويروح. هاي الفكرة. أوكي، إذا عندكم سؤال أو شيء فممكن تسألون خلال المحاضرة. The larger pieces of waste can be collected by hand. يقول إذن الأجزاء الكبار من النفايات ممكن إنه يتم جمعها بواسطة اليد. يعني واحد بيده يجمعها. But when Sam and I dropped to our knees, I could see the surface of the beach was covered with millions of small plastic pellets known as nurdles. يقول بس من خلاني يعني اقعد على ركبي، هذا سام، شو اسمه هو؟ سام، ايه، قعدت على ركبي اباوع عن قرب للرمل، شفت انه يعني الساحل متروس covered، يعني متغطي بمن millions، ملايين من ال small plastic pellets known as nurdles، ذني اللي موجودات هنا بالصورة. ذني شنو النوردلز؟ شنو pellets؟ حبات صغيرة، شنو سالفتهم؟ فيقول منها these are the raw material that factories use to form the infinite number of plastic products that fill our lives. ذني اللي قاعد على الشاطئ، ذني هن المادة الخام اللي من خلالها المصانع تسوي الحاجات البلاستيكية الأخرى. Okay. These are dumped out of factories into our seas in their trillions. يقول هاي هذا التلوث بسبب المصانع تقطف تريليونز، تريليون يعني أكثر من المليون والمليار من هاي الحبات إلى البحر، تخرجها للبحر، البحر يشيلها يوديها مناطق مختلفة من الهواي. بس هاي مو يقول الصدمة الأكبر. Yet the big shock came when Sam told me to dig into the sand. الصدمة الأكبر بالنسبة للصحفي جت من سام، اللي تعرفونه هو الشخص هذا اللي مهتم بالبيئة من أهل هاواي، قال له أحفر بالرمل. Plastic doesn't biodegrade, instead it breaks down into ever small pieces. الشيء العجيب انه البلاستيك ما يتحلل، يبقى مدى العمر بمادة ممكن انه تبقي، بس شنو بالمقابل بسبب الأمواج ممكن حجمه يصغر بس كتحليل ما يتحلل. Among the grains of sand were billions of tiny plastic flakes which the pounding of the sea was reducing in size. من حفار بالرمل لقى جوا اجزاء صغيره من البلاستيك اللي جزأها يا والسبب انه صارت تجزأت وصارت صغيره، الضرب مال الموج يضربها ويسوي اجزاء صغيره لحد ما تختفي تصير جوا الرمل.
As I dug through the plastic, I realized the sandy beach was being transformed into a plastic beach. Plastic beach. A chill went down my spine. يقول انا هسه اكتشفت انه هذا الساحل اصلا ما جاي مو ساحل رملي، تبين انه جاي يتحول الى ساحل بلاستيكي. A chill went down in my spine، يعني مثل ما قال واحد بشعبة بي انه اصاب جسمي القشعريرة، لقد اقشعر بدني على قولتهم. Okay. So from the beaches of Hawaii to the seas around the Britain, we are soiling our nests. احنا جايين ندمر عشنا، العش اللي عايشين بيه، ندنسه بالتلوث اللي جايين نسويه، سواء كان بسواحل هاواي او بالبحار اللي قريب على بريطانيا. It was a shock to realize how much British beaches have changed since I was a child playing on beautiful coastlines in Dorset and South Wales. هسه جاي يحكي عن السواحل بريطانيا، يقول عجيب شلون متغيرة من أيام طفولتي. وين يعني أنا من كنت طفل؟ When I was a child playing on beautiful coastline. وين هو؟ بمدينة دورس وفي دورست وفي شمال ويلز، دولة ويلز. Just like those in Hawaii, they are now covered in more litter than ever before. مثل ما شاف هو جزر هاواي، نفس الشيء هنا متروسة نفايات أكثر من قبل بهواي. Okay, ننتقل للصفحة اللي بعدها. هسه since 1994 plastic litter has increased by extraordinary 121%. النفايات البلاستيكية مقارنة ب 1994 ضاعفت بمقدار 121%. The plastic we see on our beaches is just a fraction of the plastic waste that is clogging our oceans. يقول هذا اللي جاي نشوفه هنا ك بلاستيك، النفايات البلاستيكية، هو just a fraction، هو جزء قصير، جزء صغير فقط من النفايات البلاستيكية اللي جاي تثقل المحيطات، اللي موجودة بالمحيطات. Incredibly, all the plastic ever created, totaling hundreds of millions of tons, is still out there in the environment in some form. يعني هو ايش ما يصنعون من بلاستيك منذ بداية التاريخ، لان قلنا ما يتحلل، فهذا كله اللي هو آلاف او مئات الملايين من الاطنان لا يزال موجود بالبيئة، موجود بالبيئة. طبعا هنا حاط مجموعة صور عن آثار التلوث، هنا الطير مثلا شلون محاط بكيس، وهنا حاط خريطة شوف بها هنا هذا بالبينك العلامة مال تجمعات النفايات. هسه راح يحكي عنها، يقول يتجمع النفايات تسوي بقعة كبيرة تصير مثل العاصفة بس من النفايات هاي تلقاها بنص المحيطات. There are an estimated 600,000 plastic containers dumped overboard by ships every single day. 600,000 حاوية من
نفايات البلاستيكية يتم تفريغها في البحر كل يوم. In total, at least 100 million tons of plastic rubbish is thought to be sloshing around our seas. 100 مليون طن متوقع أن يكون مقدار النفايات في بحارنا. The scale of the problem is extraordinary. The beaches I visited in Hawaii are being swamped by rubbish from the Great Pacific Garbage Patch, a vast accumulation of the world's plastic debris floating in the Pacific Ocean. شوفينا شو يقول؟ يقول Great Pacific Garbage Patch اللي هاي يقول جاي تدمر جزر الهاواي بسبب هاي المستنقعات النفايات اللي موجودة في المحيط الهادئ. Twice the size of France. واحدة من المستنقعات اللي هو the garbage patch مسمينه تسمية هو ضعف حجم فرنسا، ضعف حجم دولة فرنسا في الخريطة. شوف تصور انت حجمها بعد. Is like a plastic soup in the sea and is doubling in size each decade. كل عقد من السنة يعني 10 سنوات تشبيه هذا المستنقع مال النفايات جاي ضعف ضعف بالحجم. And it is not alone. مو بس هاي الأشياء الوحدة. Scientists believe that sea currents have created 5 vast swirling garbage patches in our oceans. هاي بقعة مو واحد هي. يقولون إنه نقل النفايات عبر المحيط سببت بخمس بقع مشابهة. Including a huge one in the North Atlantic, which up with up to 520,000 bits of rubbish per square mile. أكو من ضمنهن واحدة موجودة في بالأطلنطة الشمالية اللي هي يعني بالقرب من القطب الشمالي. شبيه هاي هاي حجمها 500 أو مساحتها 520,000 ميل مربع. This is an international scandal. يقول إنه هاي تعتبر فضيحة عالمية. And a global problem ومشكلة عالمية. For which we are all responsible. من المسؤول برأيه؟ يقول كل إحنا مسؤولين عن هاي المشكلة أو المصيبة. Okay, so راح نتوقف هذا الحد بالنسبة لي المادة اللي هي مرتبطة ب القطعة الموجودة بالكتاب بالنسبة لليونت الثاني. اليونت الأول تركناه، اتجهنا لليونت الثاني اللي هو هذا هاي القطعة ب. اليونت الأول أخذنا منه مجموعة قواعد، أخذنا منه الاستماع، أخذنا من الأشياء المرتبطة بالvocabulary اللي هي compound words. أعتقد بالمحاضرة القادمة راح نأخذ شيء متعلق بالwriting الكتابة، أيضا راح يكون داخل عندنا، ومواضيع أخرى مرتبطة بhot verbs. أكو إذا تريدون تستطلعون على المادة ممكن تشوفون صفحة 20 اللي راح تكون مادتنا المقبلة. اوكي هاي بالنسبة للمحاضرات اليوم. اذا عندكم سؤال ممكن تسألونه بالنسبة لرابط الغياب حتى انزله لكم.